ومن الجهمية والمعتزلة حصلت فرق من بينها ومن هؤلاء. سبحان الله، يتفرع الشر عن شر قبلهم. حصلت الماتريدية، الماتريدية أتباع الماتريدي وهو من أصحاب أبي حنيفة، فقال مثل ما قالت الكلابية، يقول إن كلام الله معنى قائم بنفسه، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، فهو كلام واحد. لكن قالوا هو معنى قائم بذات الله مخلوق في غيره. وجاء البلاء الأعظم، لا تعالج بدعة ببدعة إلا وقع المتأخرون في الشر، فالبدعة لا تعالج إلا بالسنة. ولذا بعض جهلة أهل السنة لما اختلقت الرافضة أحاديث في دم أبي بكر وعمر ومعاوية وغيرهم، اختلقوا أحاديث في مدح هؤلاء، فعولجت بدعة ببدعة.